كمان خليني اقول لحضراتكم ان وزير الشباب والرياضه الدكتور اشرف صبحي هنأ النادي الاهلي بجائزه نادي القرن في افريقيا والاكثر تتويجا في الشرق الاوسط، وارسل خطاب للنادي الاهلي وللكابتن محمود الخطيب رئيس النادي بيهنئه فيها بمناسبه هذا الانجاز الرائع والضخم وفوز النادي الاهلي بهذه الجائزه من خلال جوائز طبعا جلوب سوكر ومؤسسه جلوب سوكر. وبالتالي الدكتور اشرف صبحي اشاد جدا جدا بالنادي الاهلي وقال ان ده امر جيد جدا في اطار دعم الدوله وفخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي للانديه المصريه وفي مقدمتها طبعا النادي الاهلي لرفع رايه مصر عاليه في المحافل القاريه والعالميه. كل التوفيق دائما وابدا للنادي الاهلي، وان شاء الله يفضل النادي الاهلي في هذا المسار الرائع ويفضل النادي الاهلي رافع راس جمهوره في كل مكان باذن الله. خلينا نروح لفاصل سريع، وبعد الفاصل لسه عندنا كلام كمان تاني عن مباراه اليوم ما بين الاهلي والاتحاد. يلا